شادية تتحدث عن نفسها وسيرة أقوى من الزمان. وقصة حياتي بقلم شادية. أنا مصرية الأب، تركية الأم، قاهرية المولد، ولدت في الحلمية الجديدة. أيام كانت تحتل مقام جاردن سيتي أو الزمالك عام 1931، ولكن لم نستقر فيها نهائيا إلا عندما التحقت مع شقيقاتي بالمدرسة الابتدائية. شادية وسيرة أقوى من الزمان. ولست أذكر على وجه التحديد السن التي بدأت أحب فيها الغناء وأحب بالذات أغاني ليلى مراد، ولكن الذي أذكره عن بدء الهواية أنني كنت الأولى في دروس الأناشيد، وكانت معلمتي اسمها سنية مدرسة الأناشيد، تهتم بي وتتباهى بي وتمدح صوتي أمام صديقتها المدرسات في الفسحة، وتطلب مني أن أغني أغنية يا قلبي مالك كده التي كانت تغنيها السيدة ليلى مراد في ذلك الوقت. ويبدو أن قلب معلمتي كان مشغولا لأنها كانت تطرب عندما أغني هذه الأغنية وتصر أن أغني لها كل يوم. وجدتني بعد أن أصبحت مطربة خاصة لمعلمتي أهتم بحفظ الأغاني التي أسمعها لأنال إعجابها، وبالتالي لم يعد يتبقى وقت للدروس. فكانت معلمتي هذه توصي بي كل المدرسات خيرا، ولا تتركني في الفسحة لحظة واحدة، وتهديني دائما قطع الشوكولا التي كنت أحتفظ بها لأقتسمها مع زميلي. شادية وسيرة أقوى من الزمان وقصة حياتي. والمعروف دائما أن زعيمة الطالبات هي أخيبهم في الدروس، وقد كنت زعيمة، وكانت شقاوتي مضرب الأمثال في المدرسة وفي شارعنا. ويل للتي تجرؤ على تحدي فاطمة شاكر، وهو اسمي الأصلي. وفي السنة الثالثة الابتدائية بدأت أحب التمثيل، وقد كونت مع أشقائي وشقيقاتي فرقة تمثيلية كان مسرحها السرير، نعم السرير الذي أنام عليه، وكنا نحفظ بعض الحوار من الأفلام التي نشاهدها مع أبي ونرددها على السرير. وكنت أحب الزعيق، ولهذا كنت أختار دوري بحيث يقفل الستار علي وأنا أصرخ بأعلى صوتي بكلمات لا معنى لها، فتقبل أمي على الصراخ وتقوم هي بإسدال الستار وتضربني العلقة اللازمة. ولكن هذا الضرب وإن كان موجعا لم يجعلنا نعدل عن فكرة المسرح، وكل الذي فعلناه إننا كنا نحكم إغلاق الباب ونخفض أصواتنا. شادية وسيرة أقوى من الزمان وقصة حياتي. وفي سن 13 جاءتني أمي ذات مساء لتقول لي فاطمة أنا عاوزاكي. ورحت أسأل نفسي وأنا في طريقي إلى الحجرة ماذا تريد أمي. يا فاطمة في عريس جايلك، فقلت لها ولكن يا ماما أنا لسه صغيرة. فأجابت هو يخطبك دلوقتي يا فاطمة. والحقيقة إنه لم يكن بين أحلامي أن أتزوج هكذا سريعا، وكنت قد بدأت أتجه إلى السينما، ويبدو إن الرغبة في أن أكون ممثلة قد جعلتني في ليلة الخطبة كمن تحل بها مصيبة. ولم أستطع الرفض، ولكني بحت بما في صدري لشقيقتي عفاف، وكانت عفاف كاتمة أسراري، وكانت دائما تقدم لي النصح وتمهد لي عند أمي وعند أبي، وقد كان لها الفضل في إقناعهم بأن خطبتي تمت في غير معدها، وإنني إن تزوجت فسأكون مرغمة، وإن عشت مع ذلك الشاب تحت سقف واحد فسوف أصبح أتعس مخلوقة في الوجود. وكانت تلك الفترة من حياتي كئيبة حزينة مليئة بالدموع، ولم يكن قد مر بي مثلها من قبل. أنا التي لا تكف عن الضحك،
أنا التي لا تنقطع عن الابتسام ولا تخلو ساعة من ساعات نهاري من المرح. وعادت الابتسامات إلى حياتي حين فسخت الخطوبة. شادية وسيرة أقوى من الزمان. وحدث يوم شم النسيم من عام 1944 أن خرجت مع الأسرة إلى الحدائق نلهو كما يلهو الناس في يوم الربيع، وكان معنا المطرب التركي الأستاذ منير نور الدين، وقد قالت له إحدى شقيقاتي إنني أجيد الغناء فطلب مني أن أغني، ولكنني رفضت لأن أبي كان موجود وكنت أخشى أن يغضب مني، وقد دهش أبي حين سمع إنني أجيد الغناء ولم يصدق، بل وجدته يبتسم ويقول لي: طيب أغني يا فاطمة. وبدأت أغني واستمعوا لي واستمع الذين حولنا أيضا، ولم يكن يهمني رأي أحد فيهم قدر رأي منير نور الدين. وقد كنت فرحة جدا حينما صفق لي ورأيته يتكلم مع أبي ويقول له إن صوتي عذب لا ينقصه إلا الثقل، وطلب منه أن يتح لي فرصة أتعلم فيها الموسيقى. ومانع أبي في أول الأمر، فقد كان لا يفكر على الإطلاق في أن أكون ممثلة أو مطربة أو أي شيء في هذا القبيل، ولكن منير أصر على رأيه حتى اقتنع أبي في النهاية. شادية وسيرة أقوى من الزمان. اكتشاف: كان مدرس الموسيقى الذي جاء يعلمني أصولها هو الأستاذ محمد ناصر، وقد كانت له علاقة وثيقة بالأستاذ أحمد بدرخان المخرج. وذات مرة قال البدرخان إن عنده اكتشاف جديد يود لو يتولى بدرخان تقديمه للسينما، ورآني الأستاذ أحمد بدرخان واسمعني وأعجب بي. وفي ذلك الوقت كان الأستاذ أحمد بدرخان قد تعاقد مع إحدى شركات السينما على أن يخرج لها فيلما، واختارني المخرج لدور في هذا الفيلم، وتعاقدت مع الشركة على أن أتقاضى 24 جنيه في الشهر. وفي تلك الأثناء قمت بالغناء على طريقة الدوبلاج في فيلم المتشردة، وكدت أطير فرحا حين سمعت صوتي مع الفيلم، ولم يكن باقيا إلا أن أظهر على الشاشة. شادية وسيرة أقوى من الزمان. وحانت الفرصة فعلا في فيلم أزهار وأشواق الذي قامت بطولته حكمة فهمي، ولم يقتنع المخرج بأنني أجيد الغناء، فحضر إحدى المطربات تغني بدلا مني على طريقة الدوبلاج، وهكذا لم يتحقق حلم مشترك فأن أمثل وأغني في آن واحد. ولكني كنت دائمة الابتسام ولم أكن أطلب المستحيل ولا أقفز درجات دفعة واحدة، كان لابد أن أتحلى بالصبر ولا أتعجل المجد أبدا. شادية وقصة حياتي. وفيلم العقل في أجازة، وقدمني بعض أصدقاء أبي إلى المخرج حلمي رفلة، وكان في ذلك الوقت يستعد لإخراج فيلم العقل في أجازة، وقد أسند لي دور كبير فرحت به وتفانيت في أدائه. وكان في الفيلم أغنية أغنيها مع المطرب محمد فوزي، فحازت الإعجاب وعرض الفيلم فاتجهت الأنظار لي، وكان العقل في أجازة فاتحة المستقبل، ورحت أمثل الفيلم بعد الآخر، وكنت أتقدم مع كل فيلم وأقفز اسمي إلى المقدمة، وكنت ما زلت أحب عملي وأتفان فيه وأحرص على كسب رضا الجميع وتقدير الجميع. ومن هنا استطعت أن أتقدم، ولن أقول استطعت، لأن الذي يقول أنه وصل إلى القمة فهو مغرور، يكتب بإيده وثيقة فشله. وما زلت أقوم بكل دور كما لو كان أول دور وكما لو كان آخر دور، أعيش فيه بعواطفي وأعصابي وإحساسي. هذه دروس موجزة أثقها إلى باحثات عن النجاح في ميدان السينما.
شادية وسيرة أقوى من الزمان وقصة حياتي. نسيت أنه في تلك الأثناء كان يتقدم لي كثيرون يطلبون يدي وأرفض دائما، وكنت أريد فقط أن أكون فنانة كبيرة. بل لا أخفي عنكم أن فتى أحلامي لم يكن قد بلغ قلبي. شادية وقصة حياتي. يا بلادي يا أحلى البلاد يا بلادي، فداكي أنا والولاد يا بلادي، يا حبيبتي يا مصر.